كل واحد فينا عنده وحش الداخل، إلا قدرتي تسيطر عليه وأكثر من هادشي ترودو، ما كيناش شي قوة في الأرض غادي تمنعك أنك تحقق داكشي اللي بغيتي. وكن أكيد أنه غادي يكون عندك عنوان واحد، هو الانتصار، الملاكم الشرس. إلا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة سفيان ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سفيان ستوريز. بقيت كنشوف الانعكاس ديال وجهي، وبقيت كندوي مع راسي وكنقول زعما نقدر نكون بطل. الكلام اللي قال نجيب عليا كنت اول مره غادي نسمعو من صغري، وانا كندير غير الكوارث، واشد المتفائلين فيا عمرو قالها فيا زينه من غير الوالده مسكينه اللي ديما كتشوفني احسن واحد. دخلت النادي واستقبلني نجيب، هاد المرة استقبلني بطريقة مغايرة، قال لي الحاجة الوحيدة اللي غادي تولي ديرها هنايا هي تدرب، ما بغيتك تبقى دير حتى شي حاجة من غير التدريب، وبالنسبة للفلوس ما تضربش حساب، الخلاص ديالك غادي يبقى هو غادي يبقى يجيك. قلت لي ولكن السي نجيب، انا ما كنشوفش راسي ملاكم، يمكن شرك داك الساك ولكن هادشي ما كيعنيش انني ممكن نكون بطل شي نهار. خفتك غير تبني امال في الاخر ما نصدقش. بقى كيشوف فيا وقال لي خلي كلشي للوقت، الوقت اللي غادي تحكم. كل نهار كنت كنمشي للنادي، تعاشرت انا والزيزوار، حيت يمكن انا وياه الوحيدين اللي كتجمعنا نفس الظروف، ولاد الشعب. الاغلبيه اللي كانوا في النادي والديهم كانوا مصوفيين. الزيزوار كان ناضي وهو اللي حاكمه في داك النادي، هو اللي حاكمه فيهم كاملين. هادشي نورمال حيت كبر في الزنقه، والزنقه كتعلمك القباحه من الصغر. الزيزوار مسكين ما كانش عنده الزهر، حيت تقسم لجوج بطولات وكان فيهم هو المرشح الاول، والسبب كان دائما هو العنف، العنف ديالو اللي تيكون خارج القانون، وهادشي اللي كان كيسبب ليه الاقصاء. النادي عمرت فيه وقتي مزيان، وهادشي خلاني نبدا نقص من داكشي اللي كنت كندير في الماضي. ما كنتش قادر نحبس، ولكن ما بقيتش كيف ما كنت. من بين الحوايج اللي كانوا كيحمسوني نمشي للنادي هي سناء، واحد البنت زوينه بزاف كتسكن في الدار اللي اونفاس مع النادي. عمرني رديت ليها البال حتى لواحد الصباح كنت كنحل في النادي وهي توقف عليا هي وامها. قالت لي امها سلام ولدي، بنتي بغيت ندخلها معاكم في النادي، شنو المطلوب وبشحال؟ غير هزيت عينيا في بنتها خدماتني من الداخل. البنت غزاله بزاف، اش كنشوف فيها؟ قالت لي وا وليدي واش انت معانا ولا مع غانا؟ بقيت ساهي في بنتها وقلت ليها هاد اللحظه مع غانا مهمتي. امها عالم تما تغادى وجرى بنتها وقالت ليها يلا بنتي يلا، هذا كيبان ليا مازال محل عينيه. قلت لها بلاتي يا مهمتي ما ديش عليا، شنو حب الخاطر؟ قالت لي بنتي ما كتخرجش بزاف من الدار. بقيت كندوي مع راسي وكنشوف بنتها حتى فين غتخرج هادي، هادي تخرج ترى يخطفوها. قلت لها مرحبا لالا، احسن خيار ممكن ديرو هو تعلم هاد الرياضه هادي. البنت بقات كتشوف في يدي اللي مهرس فيها، وقالت لماما شي حاجه في ودنها. من بعد قالت لي امها قول لي يا وليدي ياك ما هادشي اللي وقع لك في يديك بسبب البوكس. قلت لها لا لا راه غير تعصبت وضربت يدي مع الحيط. قالت لي المهم ولدي يجيب باها ويكون خير. مشات البنت وبقات كتلفت. حليت داك النادي ودوزت النهار كامل وانا داخل خارج على واسه تكون كطل من الشرجام ولا غدا مسخره. دازت تقريبا سيمانه وانا سامر عليها حتى تلاقيت مع واحد النهار اونفاس. قلت لها السلام كي دايره بخير علاش ما جيتيش؟ قالت لي بابا ما بغاش
كان هذا هو الجواب ديالها وبقات ساكته. بقيت واقف وما عارف ما نقول. خوكم عمرو تصاحب مع دريه وحتى الكلام الزوين ما عنديش في القاموس ديالي. حدت راسي ومشيت. دازت ليام بحال بحال. تهنيت اخيرا من ديك التيره وما بقيت كندير تصرفات خايبين وما بقيتش كنجمع مع دوك المكاريب اللي غادي يهبطوني للفوندو. نجيب كان ديما كيلاحظ باللي عيني حمرين. ملي سولني مالي قلت ليه ها قلت غير في الليل كيحمروا لي عينيا. داكشي علاش ما بقى كيديما كيجيب. ملي كملت شهرين حيت البلاطر. طوال هاد المده كندير السباب اللي مريض ودابا ما بقى عندي ما نقول. الغد من ورا ما حيت البلاطر مشيت نيشان للنادي. لقيت النادي ديجا محلول. حليت الباب ودخلت وبالي نجيب وسط الحلبة خدام مع الزيزوار. الزيزوار كان مسكين عرقان وكيبان سخفان بين هالكو ديال بصح. بدا كينعت لي نجيب بصبعو. هزيت عيني لقيتو كيشير على واحد الصاك. مشيت قربت ليه حليتو ولقيت فيه كسوة وليقات وعرفت بلي المعاناة غادي تبدا وما عندي من هادشي هروب. والدي معولين عليا. داكشي علاش داك الخلاصة ما خاصوش يتقطع نهائيا. مشيت للبيت لبست الكسوة ودرت الليكات وخرجت. دوزت بديلة ديال الكلاب داك الصباح. عمرني درت شي مجهود ولا تحركت ولا كنت كنجري شي نار والو. السوف اللي كان عندي قتلتو بالمعجون والسيليسيون. مكملة ساعتين ديال التدريب ما بقيتش قادر نزيد حركة وحدة. طحت الأرض وبقيت كنهش. الزيزوار بقى كيكر عليا بالضحك. كنت كنبان بحال شي واحد عنده 90 عام. ما بقيتش قادر نتحرك نهائيا. نجيب كمدرب عكس تماما نجيب اللي تعرفت عليه في الأول. كيغوت وقاصح بزاف وكينعصر بنادم. داز داك النهار وفي العشية تميت غادي للدار بصعوبة. وصلت للدار وكان فيا المود ديال الجوع والواعرة. لقيت الوالدة مطيبة العدس. بقيت مخشي في الكوزينة وكناكل. قالت لي الوالدة كل مزيان راه العدس في الحديد. بقيت كنشوف فيها وكنبتسم ولداخل حابس البقية. من بعد مشيت لبلاصتي. كنت كاو ديال بصح. كل ما كانوش والدي محنسرين في الكرة كون آخر مرة كان غادي يشوفني نجيب. فقت في الصباح وداك الشي اللي ختمته بالعدس كملته بالخبز وشاي والزيت العود. بقى في الحال حيت عارف هاد السعرات الحرارية اللي عندي دابا غادي تقاضاو في ربع ساعة الأولى. مشيت للنادي وعاود تاني بدا تكرفيس. وصلت العشية ونجيب حس بيا ماشي هو هداك. قال لي خاصك الشغف حيت انت عارفك غير كدير ليا خاطري أكثر من هادشي. خاص نشوفو السبب اللي كيخلي عينيك حمرين بزاف انت وسمير. داز داك النهار وبقينا حنا في النادي غير شي خمسة بينا وش ربعة ديال البنات. الأغلب ديال الدراري اللي كانوا البنات مشاو من هاد النادي هذا. سديت النادي أنا وبقيت غادي أنا وسمير. وحنا كنتمشاو وقلت ليه من إمتى؟ قال لي شنو؟ قلت لي من إمتى وانت كتكيف جوانات؟ قال لي شنو؟ بالعمى؟ قلت لي بلا ما تحاول دريبليني. أنا عارف بلي عينيك كيحمارو بسبب التبويقة. راه حتى أنا نفس المشكل غير هو أنا مبلي بالمعجون. حاولت نقطعو ولكن ما قدرتش. بقى حاد الراسو قال لي الحشيش هو اللي واقف مانع بيني وبين هاد الرياضة هادي. أغلب الماتشات اللي طردوني فيهم بسبب القطعة كنكون بحال الوحش في التيران. كنصار راسي وكنبقى غير كنضرب وكندير أخطاء كارثية اللي كتسبب في الطرد ديالي. نجيب ما كيخليش لي فرصة في نتكيف قبل الماتش. كيبقى لاصق فيا. وحتى في التدريب كندوزهم غير بالزز. قلت ليه مالك صاحبي كورك مدبر ليك في شي خدمة وانت جاي كتحرك في دمك هنايا. بقى كيشوف فيا وقال لي انت بحال جاي من الجابون. انت فين الخدمة صاحبي؟ انا حتى نصوروا معاها وزيدون هاد الرياضة هاديكم شاتة
مشات معايا، كون درت العاقة ديال بصح. قلت ليه كيفاش؟ زعما واش فيها الفلوس؟ قال لي فيها الذهب. على مالو نجيب غير جوحل داك النادي؟ راه كان محترف في هولندا وربح بزاف ديال الماتشات، داكشي علاش نفسه خايبة بزاف، كيبغي يربح. والدراهم ساكن كيفهموها غلط، وكيمشيو للنوادي الاخرين اللي كيلحسوا ليهم الكابا. نجيب هو المراية اللي جابها لنا الله في طريقنا باش نشوفو كمارتنا فيها. وصلنا للشارع ومشى الزيزوار، غير بعد هو يبدا يغوت. أبارك من المعجون. بقيت كنبتسم. مشيت للدار لقيت الجو مكهرب، باينة والديا كانوا مناقشين. دخلت الكوزينة ما لقيتش ما ناكل لا عشا لا والو. خرجت ديك اللحظة ندبر على شي حاجة ناكلها. تميت قاصد واحد خونا كيبيع خانز وبنين، وقفت تما وكانوا مشوقين عليه غير المكارب، كلشي مبوق كلشي سكران. قلت ليه ها استعلى العافاك شي نص ديال ده السوسيس الله يحفظك. قبل ما يجاوبني تم قصدني واحد ميكروب، قال لي خذ لي شي نص الله يحفظك. قلت لي صاحبي والله ما خزنت عليك. هاك طلع وكيهبط فيه ومشى عند الاخرين. خديت النص ديالي، جلست فوق واحد الصندوق يلا غادي نعد الضغمه الاولى. عاود تاني وقف عليا داك الميكروب، قال لي اقسم مع اخوك. قمت صوقت ليه كاع، هو يخطف لي داك النص من يديه ضربه مع الارض وبقى كيربرب. وقال لي انتوما مالكم ما فيكمش الرحمه؟ واش انا يهودي ولا مالكم؟ بقيت من البدا. كنت في الحبس ونسبة كبيرة من الدراري اللي كانوا مشدودين مساكن كانوا غير مقدمين في بحال هاد المواقف. دري نقي كيسلط عليه ميكروب بحال هذا وكيمشي بسبابه للحبس. نط وقف ديك اللحظة، وكنت هادي. أول مرة غادي نقدر نتحكم في راسي، أول مرة غادي نقدر نخدم عقلي. المنظر اللي خليت في الدار كان قاصح بزاف، وقصح من أنني نزيدو مشكل آخر. دبرة فوق دبرة، حدات راسي ومشيت في حالاتي. تميت غادي مصارني كزغرتو. غير وصلت قدام باب الدار تبعني واحد الدري صغير، وعطاني ميكا فانس. قال لي راه عطاه ليك مول السوسيس. قلت ليه شكرا. جلست قدام عتبة ديال الباب وبقيت كناكل. ملي كملت تميت طالع، هو يتم قصدني مول الكرة. قال لي واش هذاك باك ما بغاش يحشم؟ غيبدا يقطر ليا كل شهر. قلت لي عمي غير صبر معانا. بقى كيشوف فيه وقال لي نصبر معاكم والدكم وناسيكم. احيانا كضطر انك تحضر الراس، ماشي خوفا ولكن الزمان صعيب. طلعت الدار نيشان البلاصي. دازت هاد الليله في الصباح والتاني مشيت للاصال. دازت تقريبا 20 يوم. طوال هاد الايام وانا كنتعذب، جري 10 دورات، ضرب تراكسيون، بقات جندخ في داك الساك، نقز من هنا نقز من لهيه. هادشي كامل على قبل 2 ريالات كناخدهم وكنعاون بهم الوالدين ديالي. واحد العشيه كنت تلاقيت انا والزيزوار، ما كانش عندنا تدريب في الصباح حتى العشيه، وبقيت كندور انا وياه. بين ما وصل الوقت مشى سامية تقضى طريفه ومشيت معاه للدار. سخنت الماري اللي خديت حتى انا يو وصيبت المعجون. وصل الوقت وخرجنا من الدار مفوتين. كاو قاطينا نبش على اوفر دوز. تمينا غادين وكنكرو بالضحك. غير وصلنا قدام النادي وحنا نصدمو، لقينا كار قدام النادي. قال لي سمير ما يمكنش. قلت لي شنو؟ قال لي هذا هو النادي اللي ربح البطوله اللي خرج فيها نجيب بصفر ميداليه، اش كيدير هنايا؟ وصلنا قدام النادي وسمعنا البلبال لداخل. دخلنا ولقينا القاعة بوم بالبشر، وفي الحالة بدري معانا داير كومبا مع شي واحد من ليكيب الاخرى. جا عندنا ديك اللحظة نجيب وقال لينا فين تعطلتو؟ حنا مفوشين ديك اللحظة. قلنا ليها قال لينا سيروا وجدوا.
هاكي يشوف فيا الزيزوار ومصدوم، مشا كيجري دخل الطواليطه، خوى على رسول ما مخلى ما دار. تبويقة كانت حاكمة الشغل. قلت لي مالك صاحبي؟ قال لي غادي نلعبو كومبات ومادام كاين حكام يعني هادو ماتشات ميكال. قلت ليه شنو الفرق؟ ما فهمتش. قال لي والو، غير غادي ناكلو قتلة ديال العصا وحنا في هاد الحالة. قلت لي ياك مع الجوانات كتولي واعر؟ قال لي اه، جوان واحد ماشي ضارب ربعة الجوانات. كنحس براسي مقتول. لبسنا حوايجنا وخرجنا وبقينا جالسين كنتفرجوا. المعجون اللي كلي طلعني ديال بصح وبقيت غير كنضحك. ملي جات نوبة الزيزوار اول مره نحس به خايف. طلع الحلبة وغير وصل فقد التوازن ديالو. جا عندي نجيب وقال لي مالو ياك ما مريض؟ قلت ليه ها لا لا والو، كان مزيان. بدا الماتش وكنت كنحس بلي سمير كيحاول يخرج شخصية أخرى عكس هادي اللي عليها هو دابا. بدا الماتش بلاغارد وهادي ماشي من طبيعة الزيزوار. ما كملش جوج دقايق خونا في الله ضرب الزيزوار طيحو كاو حتى تضرب لي راسو مع الأرض. من حسن الحظ أنه ما فقدش الوعي. ناض الزيزوار ديك اللحظة حاقد وأنا تحمست وبديت كنغوت الزيزوار الزيزوار. القاعة كلها تبلبلات ديال بصح، كلشي بدا كيغوت الزيزوار. انا سمير كان ذكي وحول ديك التبويقة لصالح ديالو. تم راجع باللور وبدا كيتهرب وكيضحك ملي الخصم ديالو تعصب ديال بصح. بقى غير كيضرب ضربات عشوائية. استغل فرصة الزيزوار ودخل لي كروشي. خونا في الله حس بالضربة مزيانة ورجع باللور. ملي كان راجع طاح الارض وبدا كيحسب لي الاربيط وناض بصعوبه. تم غادي قاصد ديك اللحظه الزيزوار وحاول يضربو. خوالي الزيزوار ودار برجليه وجابها لي في الوجه نيشان. طاح الارض كاو. قلبي بدا كيضرب بالجهد ديك اللحظه وحسيت بالحماس اللي كنت كنحس به ملي كنتفرج في النمر المقنع. بديت كنغوت ونسيت بلي تابعاني كومبا. ما كملاش خمسة ديال الدقايق عيط ناجي بسميتي نط وكلشي بدا كيصفق ليا. وصلت عنده وقال لي كاع الابطال اللي في العالم ما تزادوش ابطال، بل تقاتلوا وخدموا وخرجوا اسوأ نسخه منهم واستخدموها في الحلبة وقدروا بذلك انهم يكونوا ابطال. هذه فرصه ديالك انك تكتب سميتك بحروف من ذهب. طلعت وسط الحلبة تاع تصفيق الجميع. خدا نجيب المايك وقال كيسعدني انني نقدم لكم بطل غادي يقول كلمة ديالو في المستقبل. صفقوا كاملين العلاء. كنت مرفوع وتبويق على بات بيا وبديت كنحس بحال انا في حلم. حزمت الليقات وعطى الحكم الانطلاق اول ماتش. داكشي كامل اللي كان كيعلمني نجيب نسيتو حيت ما كانش داير مع بالي من البدايه. عطى الحكم الانطلاق وتم جاي خونا في الله عندي الزيزوار كيغوت غاردي ما هزيت يديه. لقيت خونا في الله حدايا جوج كروشيات. دماغي تزعزع من بلاصتو. بقيت مقاردي وبقى كيدخل ليه وانا كنقول ليه بركه وهو مازال كيدخل. ملي حضرت راسي طلع معايا بركبتو. طاحت الارض على ركبيه والدم بدا كيقطر ليا من نيفي. كنشوف الدم كيقطر في الارض والجمهور ساكت وقامت سرطات ليا كاع. تعصب ديال بصح نط وتميت قاصدو. قبل ما يقيسني جمعتو بشمال وشفت لي على وجهو. دخل الحكم ديك اللحظه وتبل البلاد ديال بصح وعطاني انذار. خربقت كلشي ما عرف والو على هاد الرياضه هادي. بحال كانوا مبزين عليا. شفت نجيب ديك اللحظه وتعصب وبغيت ندير لي خاطره. خفت لي يجري عليا هو
ونتحسر في داك الخلاص اللي كناخد. كملت الجولة الأولى والثانية والثالثة وأنا غير كناكل العصا، وجيت نفخ الدم نازل. الجولة الخامسة وليت بحال الجفاف. الزيزوار كيقول ناجيب صافي صافي حبس الماتش راه ما قادرش يكمل، وناجيب كيقول لي لا باش كناكل في العصا. وحتى الحكام كان كيعطل الحساب. الجولة السابعة كنت واقف ومقاردي وبديت كنهلوس، عيني كانوا منفوخين وكنشوف فيهم غير الضبابة. من وسط اللي قاتها بانت لي الوالدة من بعيد واقفة حدا الباب كتشوف فيا من بعيد وكتبكي. تمشي قاصدني الدري وكيضرب فيا، وانا واقف كنشوف الوالدة وكنهش. بقى كيضرب فيا الضربة الاولى الثانية، الضربة الثالثة دورت وجهي ليه نيشان وحسيت بيه تزرى. ما بغى يطيحني كاوا ويسالي الماتش، خويت عليه ضربتو ديك اللحظة بكروشي الكرش ديالو نيشان. رجع باللور شوية وضربتو بالكوشية، تم غادي راجع باللور مصدوم غير وقف. بقيت كنشوف فيه وكنهش. رجعت خطوة اللور وضربتو بكروشي، ضربتو بكل قوة كيف ما ضربت الكونترول. طاح على وقفتو نيشا الأرض وما بقاش قادر يتزعزع. هزيت عيني في الوالدة ديك اللحظة ولقيتها كتمسح دموعها وكتغوت وكتهز في يديها. بقيت كنهج وكنبتسم غير تم طالع الزيزوار كيجري هو ونجيب. طحت على ركابية، من بعد فقدت الوعي. ملي فقدت لقيت راسي في البيرو كيديروا لي الضوء الحمر وبومادة في وجهي. خونا في الله عوج لي الملامح ديالي. دورت راسي لقيت غير نجيب والزيزوار. قلت لهم فين الوالدة؟ بدك نغص فيا سمير. قال لي نجيب بسم الله عليك ولدي، ياك عاقل بعدا بلي درتي كومبا وبلي اخيرا قدرتي تخرج داك الوحش اللي فيك، واكثر من هادشي تحرك فيك داك الشغف لداخل. هلا انت راك بطل كبير بزاف، دخل هاد الفكرة لراسك امن بها. بقينا كندويو مع نجيب على بزاف ديال التفاصيل. ملي كملنا جبد البسطام ديالو وعطاني انا ونجيب 400 درهم، 400 درهم لواحد، وقال لنا هذه مكافأة ديالكم اليوم حمرتوا لي وجهي واكدتوا لكل شي بلي نادي القوة عمرو ما غادي يسالي. مشى نجيب وسديت النادي انا والزيزوار. تميت غادي انا وياه مهلوكين. قلت لي خويا هاد المعجول اللي كليت قاصح بزاف. مشت قال لي سامي الحمد لله نجيب ما عاقش بينا، كون مشينا فيها. تحركت انا وسامي لواحد السناك، عطانا الموني وقال لي سامي شنو غادي تاخد. جبت ديك 400 درهم وبقيت كنشوف اش كنشوف فيها، وتفكرت والدي يا خوتي. قلت لا لا ما بغيت والو، مازال شبعان واصلا المعجول لعب لي على المعده ديالي بزاف. بقى كيشوف فيا سمير وقال لي مازال شبعان باش بالعصا اللي كليتي. بقى كياكل سمير وانا مصارني كزغرته بالجوع. من بعد تفارقنا ومشيت نيشا للدار. طلعت وتلاقيت مع الوالد قدام الباب كان غادي للجامع. شافني في ديك الحاله وهو يتصدم قال لي بطبطوك ولدي هانيه. من رحم المعاناه ديما كتولد الامل، حيت الحياه ولدي فيها بزاف ديال العقبات واللي غادي تحاول ديما تهزمنا وتخلينا نهزو الراية ديال الاستسلام، ولكن الامل هو اللي كيعطينا القوه والعزيمه باش نقضيو على الياس والضعف والاستمرار من اجل البقاء وتحقيق التفوق وحتى النجاح. مبقاش مرفوع وكنسمع هادشي، وتفكرت غير الاستاذ ديال العربيه ما وعيت غير على الوالد كيغوت علاء وعلاء ايو. هزيت ديك اللحظه عيني فيه وقال لي سير
سير ولدي سير طلعت ترتاح سير. سير ولدي مشى الوالد وطلعت للدار. خطني شال الكوزينه عند الوالده. قلت لها كي جيتك الوالده ناضي باطل ياك. غير دارت شافتني وهي تغوش قفزات. قلت لي مالك شكون دار فيك هاد الحاله؟ قلت لها الوالده واش كتمرقني بيا ياك كنتي حاضره؟ بقات كتبكي وكتقول لا. ويلي ويلي ولدي حماق ليا. هزات التليفون وبغات تعيط للوالد. عاد فهمت ديك اللحظه باللي يمكن غير تهيئ ليا بسبب التبويق. قلت لها لا الوالد راه غير درنا كومبا اليوم في النادي. جبت ديك اللحظه 400 درهم وقلت لها انا جيب دور معانا. هاكا الوالده خودي شريبال اللي خاص. قالت لي وانت ولدي؟ قلت لها انا في غير المود ديال الجوع. شنو دايره؟ قالت لي اللوبيا ولدي. قلت لها اوا والثاني الوالده سوى العدس سوى اللوبيا. طلعي النيفو شويه الوالده وديري بسطيله ديري شي حولي مشوي. بقات كضحك الوالده. دخلت دوشت عشيت ومشيت تكيت في بلاصتي. فرق كبير بين علاء ديال الماضي ما دابا. الحمد لله ما بقاوش المشاكل ودابا انا وليت معمر وقتي مزيان. حتى دوك المكارب اللي كنت كنجمع معاهم ما بقيتش كنشوفهم. عاد فهمت بلي العدو الاول للانسان هو الفراغ وحتى الصحبه الخايبه. داس هاد الليله في الصباح فقت ومشيت نيشان للنادي. دخلت لقيت نجيب في البيرو. استغربت حيت هو اللي حل. جلست معاه وقال لي كيف جاتك الكومبا ديال البارح. قلت ليه كيف جاتني؟ نط غير بالزز وجهي ولا بحال البطبوط. لحمي كله كيضرني. خونا في الله كان كيضرب بحال بيني وبينو حساب. قال لي انا اللي وصيتو باش ما يرحمكش وحتى الحاكم دويت معاه باش ما يتدخلش. هادشي كامل باش تعرف بلي انت بطل. اولا قدرتي انك تصبر على داكشي كامل، وثانيا الدري اللي طيح شي كاوا راه بطل المغرب جوج ديال المرات. واخا البارح كنت كنشوفك ماشي هو هذاك، ولكن بقيت كنشوف في ديك اللحظه وكنكحب. قال لي مالك؟ قلت لي ها والو غير وحلات ليا. قرب من حدايا نجيب وشد ليا في كتافي. قال لي واش ما بغيتيش حتى انت تطلع فوق البوديوم؟ والدي كيتفرجوا فيك رابح. قلت لي براسي اه. قال لي رياضه الكيكه كتعتمد على القوه، داكشي علاش اغلب المنافسين تيكونوا موجدين مزيان. فهمتيني دابا؟ داكشي علاش خاصك تكون انت موجد كثار منهم سابقهم. ما غاديش ندوي معاك دابا وما بقيتش نهائيا غادي ندوي معاك. دابا انت كتعرف مصلحتك فين كاينه. داز داك الصباح ودربت مع ليكيب نورمال. في العشيه غادي توقع واحد الحاجه اللي غادي تكمل هاد الحماس اللي بدا، هاد الحماس اللي حسيتو هاد اليومين هادي ملي كنا كنترينيو. في العشيه فاجاتني الوالده مسكينه ملي جات وقفات وبقات كتشوف فيها. اول مره الوالده غادي تشوف فيها هاد الشوفه. حسيت بها فخوره بيا. بديت كنحنقص فوق الحلابه بحال شي دري صغير. مبقاش معايا الوالده ديك العشيه كامله. سديت النادي وبقيت غادي انا وياها مع النقه وراجع للدار. في الطريق قالت لي بغيت نشوفك بطل كبير يا ولدي، نفتخر بك قدام الناس ونقول لهم هذاك ولدي اللي كنتو كتعيروا فيه وكتقولوا فيه شله كلام، هذاك ولدي بطل ديالي. تمينا غادي وكنت فرحان بزاف. غير وصلنا قدام الباب ديال الدار لقينا شقله ديال البشر. مشيت كنجري لقيت الوالد مضارب مع مول الكره. اول مره نشوف الوالد ديالي كيتراعد بحال هكاك. بلا ما نشعر مشيت تخشيت وسطهم وقفت قدام مول الكره. قلت ليه مالك؟ بدا كيغوت. كتحاماو جايب لي هاد الشمكار هذا؟ الا ما كنتوش قادرين تخلصوا الكره خرجوا في حالكم. شنقت عليه وتميت غادي به. لصقتو مع الحيط. هزيت يدي الله غادي نخمشو. تلاحت عليه الوالده من الظهر. قالت لي عافاك اولدي،
عافاك ولدي، قلت لي هاد الشمكار هذا غادي يعيشك الجحيم الا ما عطيتيش شقار الوالديه. جاو دخلوا ديك اللحظه الناس وفكونا، غادي وكيغوت وكيقول له كل قاو فيك الخير، كل خلصت سكراهم وانت نهار ما طال مخشي في التيره كتشمكر يا الشمكار. طلعنا للدار الوالده، سدات الباب بالساروت، خافت لنخرج ليه ولا شي حاجه، خافت لندير شي مصيبه، ما بغاش تخليني نخرج الوالده. كنت مخنوق باغي غير نشم الهواء، كنت باغي نخوت، كنت معصب. تخفيت في بلاصتي وغير حطيت راسي، الدموع بداو كينزلو، احساس كيحسو بيه غير ولاد الشعب اللي ما قادرينش يعاونوا والديهم. دازت هاد الليله في الصباح جا عندي الزيزوار وتحركت انا وياه في الطريق، عاودت ليه شنو وقع. قال لي شوف، حنا ما قرينا ما خدينا ديبلوم، الحل اللي بين يدينا دابا هو نعطيو وقتنا لهاد الرياضه هادي، راه اي بطوله كتلعب تيكونوا فيها فلوس كثيره بزاف، ما تخليش هاد المشاكل عائق في حياتك، بالعكس خليها هي الحافز، عنقشو بالجهد. تمينا غادي وصلنا للنادي، بدلت حوايجي وبديت كندير تسخينات، اول مره غادي نحس براسي كنتريني من نيتي. ما كملش ربع ساعه اكتشفت بلي السوف الوالو، يعني اي تدريب ما كنكملوش وما كنستافدش منه. داز داك النهار والغد في الصباح فقت بكري، خرجت من الدار ومشيت كنجري، لقيت صعوبه كبيره بسبب البليه، ولكن نهار على نهار بديت كنحس بالتغيير. من بعد سيمانه ما بقيتش كناكل المعجون، ما بقيتش كنبغي نطفي الدماغ ديالي، نكذب على راسي ونخلق سعاده مزيفه، نهرب من هذا العالم ونقول العام زين. بديت كنعيش الواقع، كل نهار كنت كنمشي نجري. من بعد شهر المده اللي كنت كندير بدات كطوال، من بعد ربع ساعه ديال الجري ولات نص ساعه، حتى وصلت هالساعة. كل نهار نجيب كان كيعلمني القوانين ديال اللعبه والشروط ديالها. من بعد شهرين التغيير كان واضح، اول حاجه تزاد فيه الوزن، وليت كنعس مزيان، ومعظم الاوقات ديالي تنكون غير في النادي. كان ساهل عليا نقطع المعجون، ولكن الزيزوار لا، لقى صعوبه كبيره باش يقطع الحشيش. الدراري كلهم في النادي كانوا كيترينيو هادي، وكان مانع علينا نجيب نديرو اي نشاط خارج النادي، رغم ذلك ما كنش كنسوق ليه. من نهار قال لي الزيزوار بلي البطولات فيهم فلوس، وليت كنسابق الزمن باش نكون بطل قبل الاوان. واللي كان كيحفزني اكثر هو كنت كنشوف التغيير في الجسد ديالي، بحال كنت كنبني شخصيه اخرى، بحال كنت كنبني بطل سميتو علاء. في التيره اللي حدانا في الدرب كانوا كيلوحوا فيها البنوات كبار، كل صباح كنت كنفيق كنربط ورايا بنو وكنت تم غادي كنجري به، كنت كندوز نص ساعه تمايا عاد كنمشي للصال. نجيب كيلقاني مهلوك ما كيعرف والو وما كنعرف ما نقول ليه. 8 شهور كنت كنرتاح مره في السيمانه، وقع تغيير كبير في الجسد ديالي. في النادي كنت كنتعلم الاساليب، وفي الزنقه كنت كنتعلم المقاومه. ملي قربت واحد البطوله اللي من الخلال ديالها غادي يدفعنا نجيب ورقه التاهيل ديالنا في الجامعه باش نمثلوا المنتخب الوطني، كنا كلنا متحمسين. نجيب كان لي دور كبير، ساعدنا ماديا معنويا، وفرينا اجواء زوينه بزاف. 3 ايام قبل ما تبدا البطوله كنت خارج واحد العشيه انا والزيزوار، قال لي ما نقدرش نلعب في البطوله وانا قام مكيف كاع، ما بغيتش عاوتاني نضيع هاد الفرصه هادي، ما بغيتش عاوتاني نلعب ويطردوني من الماتش. قال لي غادي نعول عليك قبل اي ماتش ديالي، حاول تشغل نجيب بين ما تكيفت. قلت لي صافي كون هاني، ولكن راه خاصك تقطع هاد الحشيش هذا. قال لي ما نقدرش، يمكن انا بطل وهمي وخلقت هاد الشخصيه هادي غير بالحشيش، انا شبعان هموم علاء، ما عارف شكون هو با الوالده خارج الطريق، ما
من صغري وكل شي كينعات فيا بصبعه. حاجة وحدة خلاتني نعيش حتى لدابا ونستمر في الحياة هي الحشيش. بسببه تعلمت اللامبالاة، قلت لي حتى لين خاصك تعيش الواقع يا صاحبي. انت ما عندك حتى شي ذنب في هادشي اللي وقع، خاصك تقاتل باش تبني حياتك. ياك يعني صحاب لي بلي انا الوحيد اللي عندي مشاكل، الزيزوار كان كتار مني، انا على الاقل عندي عائله. بقيت كندور انا والزيزوار وقال لي تمشي معايا باغي نتقدى الحشيش. قلت لي عندك غير وقفوا لينا مالي الوقت. قال لي لا لا مالي غادي نتقدى بلاكا غير 100 درهم هي باش غادي ندوز البطوله. تحركت انا والزيزوار نيشا لواحد كاريان، جيت للهراويين. بقينا غاديين حتى دخلنا لواحد الزنقة فيها غير الوجوه الجميلة، منتجع ديال المكاريب. اللي كندوزو من حداك يقول لينا فس فس أشيري سلعة مزيانة، إيوا خونا تعالى. بقينا غاديين وما مسوقين لتا شي واحد حتى وقف علينا واحد الميكروب قالينا اش خاصكم. قالي سمير خويا انا عارف منين كتقدى. قال لي عشيري القانون تبدل، باغي شي حاجه وراه نجيبها لك. راه غير البارح شفت البلاد ديال بصح مع مالي الوقت بسبب هادشي. سمير دار فيه الثقه وعطاه 100 درهم. خدا خونا في الله وقال لي نتسناوني هنايا. بقينا كنتسناو دابا يجي دابا يجي، والو ما بانش لي الاثار. ديك اللحظه بدينا كنحسو بلي يمكن دار بينا. بدينا كنقلبوا عليه وكل شي نكرب اللي كيعرفوه هنايا. بدا كيهل سمير وقام سرطات ليه كاع. قلت لي سمير صافي يلا نشوف حالاتنا. ديك اللحظه بان خونا في الله. مشى عندو سمير وقال ليه فين هي التقضيه. قال لي اش من تقضيه، واش تمريض فراسك ولا مالك، انت فين كنعرفك هنايا. سمير ديك اللحظه كان معصب بزاف، زرب عليه ودخل لي كروشي تبع البلاد ديال بصح. داروا بينا ولاد الدرب هما وتمي جار سمير بصعوبه من يديه. قلت صافي يا صاحبي يلا يخلف الله يلا نحيدو من هنايا. سمير والو ما كان باغي يتفاك، ما تسرطاش ليه وحس بالشمشه. خطه في الله بقاو كيسبو كيعايروا فينا وكيشيروا علينا باي حاجه لقاوها قدامهم، طاروا الزبل القراعي وحتى الحجر. وقف سمير وقال لي هاد الحقره هادي ما يمكنش نتقبلها وجامي غادي نتقبلها. سير انت على وانا ما يمكنش ندوزها اليوم. مع دوا سمير لقاني كنقفط في الكمام ديال التريكو ديالي، درنا بجوج وتمينا غادي نقصدينهم. غير شافونا جايين وتما غاديين هربانين بدينا كنخلطوا فيهم. في هذا الموقف بالضبط عاد حسيت وعرفت بقيمة التدريب اللي دوزتو هاد المدة كاملة. كنت بحال شي وحش كنهز وكنخبط اش منك يا شمالات كروشيات. بقيت كنخلط في كل شيء صغير كبير، اصلا ليس في القنافذ املس، كلهم كانوا مكاريب. بلبلنا هاد ديال بصح كل شيء علق وبدينا كنهلو. حكمنا في ديك الزنقة، جاو البزنازة الكبار وعطاو لسامير طريفة مهورة وطلبوا منا السماحة. خرجنا من ديك الزنقة وغادين وخايفين، خايفين من مالي الوقت اللي يكونوا البزنازة دارين لينا قالب. وداكشي اللي فكرنا فيه هو اللي وقع. غير وصلنا للشارع جا واحد عندنا وقال لينا عافاكم نسولكم. غير ضربت على جنبه بالي يسلح، قلت لسامير علق. قطعنا الشانطي والطوموبيلات غاديين جايين، كتسمع غير الفرنسيك والطوموبيلات كتخبطوا مع بعضياتهم. انا غادي كنجريو بسرعه كبيره بزاف. دزنا من واحد الزنقه وبقينا كنجريو وديت هي تابعينا. قلت سمير لوحدك الحشيش اللي عندك ما بغاش يطلقوا. وصلنا لواحد الدخله وديت هي واحد اللي بقى تابعنا. ملي بالي الحفاري بزاف من الطريق اللي دزنا منه لاح الموطور وشبان على رجليه. عاكي جري بجاد وسامير السوفل تقاد عليه، كنت سابقه انا بزاف ولا غير كيجر في رجليه.
وانا كنغوت وكنقول لي تحرك تحرك السمير، ولكن ديك اللحظه وقف. وقف سمير وشدو داك البوليسي، هز الراديو وبدا كيغوت على الدعم. كنت مدرج انا ورا الشجره وكنهش، وعارف بلي الى جا الدعم سمير غادي يمشي فيها، خصوصا مع داك الطرف ديال الحشيش اللي عنده. بقيت كنهج وما عارف ما ندير. تم خديت القرار، تميت غادي بشويه من ورا داك البوليسي. ملي قربت حدا مشيت كنجري بالشهد، جمعته بشمال وطاح على راسه، وبقى شاد بسمير وكاع ما بغى يطلق منه كاع. شنقت فيه وقت يطلق، طلق منه ما بغاش. بما شعرت ديك اللحظه دخلت لي كروشي، خمشت لي وجهه، هزيت سمير وتميت غادي بيه. غير وصلنا للشارع بالي واحد الطاكسي جاي، وقفت لي وركبنا فيه. تمينا غادينا وكندورو في عينينا، فين ما يبانو لنا البوليس كنموتو بالخلع. ملي وصلنا بديت كنقلب في جيوبي، ما لقيت حتى ريال، وحتى سمير ما عنده والو. شفت فيه وقلت لي واش رتاحيتي مزيان؟ سمير فهمني، حلينا الباب خرجنا وعطيناه لدرادك. نزل الشيفور ديال الطاكسي وشبع فينا سبان. وصلنا للزنقه اللي قريبه للنادي، جلسنا قدام واحد العجبه هو، وبقينا كنسترجعوا الانفاس ديالنا من حصل الحد. داز هادشي هكا، اخر حاجه كانت ممكن توقعها هي يشدونا البوليس ونمشي للحبس عاوتاني. مشينا للنادي وكنا مهلوكين ديال بصح، وفينا المود ديال الخلعه. بقينا كنترينيو وكنقولوا في اي لحظه غادي يدخلوا البوليس. عندك البوليس اللي ضربت انايا يكون له، تعرف عليا، والمشكل عندي سوابق. داز داك النهار وفي الصباح ما حد الوقت كيدوز وما حد ما وقع والو، بدينا كنرتاحو وكنحسو بالامان. جا الوقت ديال البطوله اللي غادي يلعبوها على شكل منتخب من 4 ديال الدراري، هما الممثلين ديال النادي. هاد البطوله مشاركين فيها 4 ديال الفراقي. تحركنا المركب قدام الباب ديالو، كانوا البوليس واقفين. هبط الكاسكات مزيان انا وسمير، تمينا غادي وقلبي كيضرب بالجهد. ملي قربنا من حداهم غرفتناهم، يلا غادي ندخلوا مع الباب. سمعته الشريف، بقيت عاطيه بالظهر. ملي درت عنده قال لي هز الكاسكيطه ديالك. هزيت الكاسكيطه وبقى كيشوف فيها. دخل ديك اللحظه نجيب وراه لاكارطه ديال النادي، عاد سمحوا لي بالدخول. كان غادي يسكت لي القلب. دخلنا لداخل ومشينا بدلنا حوايجنا وبدينا التسخينات ديالنا. احمد من ليكيب ديالنا هو اللي غادي يلعب الماتش الاول. بقينا جالسين وكنتفرجوا. بدا الماتش نورمال، وفي الجوله الرابعه احمد قدر يسالي الماتش وبالكاو. بدايه كانت موافقه ليكيب ديالنا، وعطاتنا الحماس باش نكملوا الماتشات الاخرين بنفس الريتم. بدا الماتش الثاني اللي غادي يلعب فيه طارق، ولكن للاسف انهزم في الماتش. ملي جات نوبة سمير حاولت نشغل نجيب، مبقيتش كندوي معاه في بزاف ديال المواضيع، بس سمير يبقى عنده الوقت ويتكيف. وفعلا داكشي اللي وقع. دخل سمير راشق عليه. الماتش كان معروف من البدايه شكون غادي يربحو. قدر سمير انه يسالي في الجوله الاولى، احسن عنصر من الفرقه اللي لاعبين ضدها بقى هو الاخر، وكانت الفرقه ديالو معوله عليه. الا ربحني انايا غادي يكون تعادل، وهنا اللجنه غادي دير قرعه عشوائيه غيتلقى فيها واحد من الفرق بجوج. نجيب كان خايف بزاف، خاف لنخسر القرعه تكون في الصالح ديال الخصم. داكشي علاش الماتش ديالي كانت عنده اهميه كبيره بزاف. المشكل هذا هو اول ماتش رسمي ديالي. طلعت فوق الحلبة وعطى الحكم الانطلاق. عمرني عشت الضغط هذا. نجيب كيغوت وسمير حتى هو، وحتى الدراري اللي معايا في ليكيب. بطبيعة الحال ضروري من التوتر في البداية من جهتي، وهادشي اللي استغلوا الخصم ديالي اللي يمكن كان جامع عليا معلومات وعارف بلي اول ماتش ليه. الفرقة ديالهم ما كانوش كيسكتوا بالغوات، وحتى المدرب ديالهم كان متحمس بزاف. تمشي قاصدني خونا في الله وبدا كيدخل ليا،
تميت راجع باللور وفقد التوازن ديالي، هز رجليها وضربني لوجه نيشان ونسيت ما قارديت. الضربة كانت قوية بزاف، طحت الأرض وبديت كنشوف غير الضبابة، بحال الجسد ديالي كان كيقاوم باش ما نفقدش الوعي. بدا كيحسب ليا الاربيط وانا كنقاوم باش نوض. ملي نط قال ليا صافي سهل الوقت. نجيب بدا كيهلل وقال ليه مازال ما سهل الوقت. ناضت الروينة ديال بصح، ومن حسن الحظ دخلوا اللجنة هما اللي وقفوا هاد الصداع. في هاد الوقت كنت انا مرفوع وما حاملش راسي، هبطت جلست وبقى في الحال. قال لي نجيب ملي كتوقف قدام الحلابة اطماعك طفيها صاحبي، واش ما كتفهمش؟ اعتبر الخصم ديالك هو الحاجز بينك وبين داكشي اللي غادي توصل ليه. نجيب كان معصب بزاف وكيغوش عليا، يمكن حس باللي خلاص غادي نخسروا هاد الماتش هذا، خصوصا الى القرعه ما كانتش رحيمه وطيحات واحد من اضعف الدراري اللي معانا مع اخونا اللي ربحني. دارت القرعه ومن حصل الحد سمير تلاقى مع اضعف عنصر في الفرقه الاخرى وقدر انه يربحه بسهوله وتاهلنا الماتش الثاني. الماتش المهم، الماتش اللي غادي يربح فيه غادي يربح البطوله التجريبيه. رجعنا للنادي وانا ما كندويش. في الطريق قال لي سمير من نهار قطعتي البربوقه وانت اللور اللور. كان كيحاول يضحكني ولكن كنت حاقد ديال بصح. وصلنا للنادي درنا اجتماع، من بعد مشيت نيشان للدار. دوزت ديك الليله حاقد، في الصباح تحركنا للنادي. القرعه جات فيا انا الاول، بقى في الصدمه ديال البارح وبديت انا الاول. لبست حوايجي سخنت وبقيت مركز في الغرفه. ما كملاش 5 ديال الدقائق تم داخل عندي سمير وكان بحال خايف داخل وكيتسلت. قرب من حدايا ويمد لي واحد الشوان، قال لي علاء هاك تكيف وبالرب حتى تشقلبو هو والحكام. بقيت كنضحك. قال لي هاك كنبغيك يا صاحبي. جا الوقت وطلعت فوق الحلابه. النصيحه ديال المدرب خديتها بعين الاعتبار، غير عطى الحكم الانطلاق تميت قاصد الخصم ديالي. غير رجع باللور حسيت بلي خايف مني، وحسيت ديك اللحظه بلي انا قوي. قربت من حداه وضربته بكروشي. خو علي وكثر من هادشي طلع معايا بكروشي من التحت، ود الحرام حقرته ساعه قويس حدي بصح. ناجي بشد فراسو كيصحاب لي غادي نطيح كاو عاود ثاني. بقيت شاد في واحد القنت ضربه فيا وضربه فيه. هزيت رجلي ديك اللحظه وضربته ب رجل العصريه ديالو. خونا في الله ويتفافى. عاود ضربته في نفس الضربه ثلاثه المرات متابعين. ملي حسيت بيه بدا كيعرش دخلت لي كروشي لوجه نيشان. تلاح عليا ويعنقني، دخل الاربيط ويفرقني عاود ثاني. بقى كيعاود هاد اللقطه شي ثلاثه ديال المرات حتى استرجع القوه ديالو. وحيت غلب عليا الحماس بزاف تميت عاود ثاني قاصدو. ضربتو الكروشي الاول ويخوي عليه، مع تحنا بوجهه لتحت طلعت معاه بركوبتي. تم راجع باللور وما خليتوش يبعد بزاف، ودار داكشي اللي تعلمته من الصغر، الحاجه اللي كان بدع فيها وهي الشمالات. ضربته بالجهد وانا شقلبو في السماء، طاح الارض على راسو. ملي وقف ما قدرش مازال يوقف على رجليه، تميت غادي قاصدو ويوقف الحكم الماتش. تم طالع عندي نجيب وزيزوار وفرحانين، ليش كان غوش اول مره غادي يربح. من الفرحه ديال نجيب كان واضح بلي خايف مني. بدا الماتش ديال احمد والفرحه ما كملاتش، خسر في الجوله الثانيه. من بعد جات نوب طارق، كنا معولين عليه حيت كنا تايقين في الزيزوار. طارق كان حاكم الماتش، ولكن هاد الرياضه ما فيهاش تشيق، خطا بسيط ممكن يسالي كل شيء، وهذا الشيء اللي وقع. طارق في الجوله الرابعه قدر يخسر بالكاو. ديك اللحظه بقى عندنا امل كبير في سمير، سمير اللي غادي يتواجه مع احسن واحد في ديك الفرقه. هاك غمز فيا سمير وبديت كنحاول نشغل نجيب ولكن ما خلاش.
بقى معاه في الغرفة وكيعطيه التعليمات وملقاش الزيزوار فرصة فين يتكيف. وكثر من هادشي تعصب بزاف، كل الظروف كانت ضدنا لدرجة وصلت لواحد النيفو كنت غادي نقول لنجيب خليه يتكيف غير باش نحيو الامال من جديد. طلع سمير في الماتش واضح كان معصب بزاف. سالت الجولة بتعادل، الجولة الثانية بدا الطرح كيسخن، مرة طاح سمير مرة طاح الاخر، كان واضح التكافؤ اللي بيناتهم. في الجولة السابعة الخصم ديال زيزوار شدو في واحد القنت، حكمو بقى غير كيدخل ليه، وكثر من هادشي ضربو الحجرو. طاح سمير كيتوجع في الارض من الالم، وملي ناض بدا كيخسر في الهضرة. ديك اللحظة دخلت اللجنة وعطا حكم انذار. نجيب بدا كيغوت وكيقول لا ها هو عاوتاني بدا. انا كنشجعو سمير وقدر في النهاية انه يربح بالنقاط، كنا متعادلين في النقاط ديك الساعة ملي دارو قرعة. طحت انا مع خونا في الله اللي وحل مع الزيزوار، مشيت لفيسير وجا عندي نجيب وقال لي اسمع انا محتاج هاد الماتش هذا، ما غاديش نتقبل نخسره، ولا خسرته غير نسدك النادي. مش انا اجيبه بحالة كان فاقد الامل فيه. جرى وقت وطلعت فوق الحلابة، عطى الحكم الانطلاق ودخلت في الماتش من البداية. الهضرة اللي قال ناجي بقات كدور لي في راسي، قد ساو كان خمام فيها. انا محتاج هاد الماتش، ما غاديش نتقبل نخسره، ولا خسرته غير نسدك النادي. الحاجة اللي فكرت فيها ديك اللحظة هي والديا، الى تسد النادي ديك البركة اللي كنعطيهم غادي تحبس. غيت ساهي وموعيته حتى لقيت راسي تضرب ليا مع الارض والدم كنزل ليا من نيفي والحكم فوق مني كيحسب وصوت الغوات ديال الفرقة المنافسة الزيزوار وحتى نجيب كلهم كيغوتوا علاء علاء فيق علاء علاء علاء. ملي وصل الحكم في الحساب الخمسة نط مسحت نيفي قال لي واش انت مستعد؟ قلت لي اه. تمشي قاصدني الخصم ديالي وفي بالو انه يطيحني كاو قبل ما نسترجع القوة ديالي، قرب من حدايا ودخل لي كروشي وعاودني الكروشي الثاني الثالث. الكروشي الرابع حسيت بيه بحال خرج فيه السم ديالو، وكانت هذه هي الخطة ديالي. مع تهز بيديها تهزيت انا برجلي قبل منه وكنت سرع منه، ضربت الرجل ديالو بالجهد مع فقد التوازن ديالو. ديك اللحظة ما كانش لاقي كيفاش يغاردي وجهه، وكان كيبان لي وجهه بالوضوح. ضربته بالكروشي الاول ثم راجع باللور وعاودته بالكروشي الثاني الثالث الرابع الخامس، قربت واحد الحبال رجعت باللور وغوت بالجهد وخشيت لي كروشي تلاح من فوق الحلابة. كلشي اللي كان حاضر وقفوا بالصدمة، ما كملاش خمسة ديال الثواني القاعة بالبلاد بتصفاق من الفراقي كاملين اللي كانوا مشاركين. طلع نجيب عندي وكيبكي وكينهش قال لي كتعرف بلي انت ماشي انسان عادي. عنقني بالجهد وقال لي شكرا بزاف، ربحنا هاد البطولة وخدينا شواهد وخديت انا لقب احسن لاعب في البطولة، عطاوني ميدالية ذهبية انا والفرقة ديالي. خرجنا فرحانين من داك المركب وبقات الفرحة الكبيرة هي الجامعة توافق باش نمثلوا المنتخب المغربي. وصلنا للنادي ونجيب كان غادي يطير بالفرحة. من بعد وصلني انا وسامير لديورنا، وقفت قدام الدار طلعت فرحان كنجري وباغي نفرح والديا. غير وصلت الفوق لقيتهم كاين بحال كاين جنازة في الدار. هزيت عيني في خوتي في الوالد والوالدة بالي كل شي كاين، قلت لهم مالكم يك لاباس؟ قالت لي الوالدة مول الدار دعانا واليوم وصلتنا برام المحكمة. مول الدار كيتسال باباك شي مشهور قديمة جمع شي على شي ودعانا. قربت من حدايا وقالت لي
شنو هادشي؟ قلت لها والو والو الوليده، مشي ديري هادشي ديال نجيب. خرجت من الدار والدماغ نزلو، حسيت براسي اناني، كنفكر غير في راسي. عاد كنتمشى حتى لقيت راسي قدام تيرا، شافوني دوك المكاريب وعيطوا عليا. مشيت جلست حداهم وبقيت كنشوف فيهم بوقين خانزين بسيليسيون ولكن فرحانين. تفكرت غير ايامات كنت بحالهم ضارب الدنيا بطالون معه، ما فهم والو في هاد الحياه. جبت ديك اللحظه الميداليه وبقيت كنشوف فيها، لحتى في العافيه وبقات كتحرق قدام عينيا، لحد الدبلوم وديك التروفي. ومشيت في حالاتي، رجعت للدار وداز ديك الليله. في الصباح تلاقيت بسامير، لقاني حاقد وعاود لي شنو وقع. قال لي شوف، الا قبلونا في المنتخب الجامعه غادي تكلف بينا وغادي يديروا لنا خلصه كل شهر، وما داكشي اللي كيعطيك نجيب كنظن بلي راك غادي تقدر تعاون والديك، تشوف لهم دار اخرى ولا اللي كان. هادشي اللي سمعت خفف عليا بزاف، ريحني الصراحه وخلى عندي امل نقدر نخرج والدي من هاد القهره. من بعد جوج سيمانات لبسنا احسن ما عندنا ومشينا كاملين لمقر الجامعه. كانوا بزاف ديال الناس وبزاف ديال النوادي اللي كيشاركوا في المغرب كامل، وبقينا كنتسناو نشوف الرد ديال الجامعه. بداو كيعيطوا على كل واحد، كاين اللي كيفرح وكاين اللي كيبكي. جات نوبة سامير وتم غادي، وبقى قلبي كيضرب بالشهد ملي شفته غوت بالفرحه. فرحت من كل قلبي وعرفت باللي قبلوه في المنتخب. ملي جات نوبتي تميت غادي وفيا المود ديال الخلع، غادي وكنشوف شريط ذكريات قدام عينيا. كنتفكر الماضي وكنتفكر المشاكل اللي دزت منهم، تكون زعما هادي النهاية، نهاية الأحزان وبداية حياة جديدة. بقيت غادي وكنقول يا ربي يا ربي يا ربي نفرح من كل قلبي وتكون هادي نهاية المشاكل ونعيش أخيرا بحالي بحال الناس. وقفت قدامهم وكنت متفائل، غير شفت فيهم وانا نتحسر عاوتاني. بقاو كيشوفوا فيا واحد نظرة فيها حسرة كبيرة. قال لي واحد الراجل، انت علاء مسكاوي؟ قلت لي براسي اه. قال لي تفرجنا في الماتش ديالك تبارك الله عليك، ولكن كيأسفنا ولدي باش نخبروك باللي الجامعة ما قبلاتكش، وهادشي بسبب السوابق اللي عندك في الحبس. قاومت قاومت وقاومت باش ما نطيحش، كنت واقف وبديت كنهش، بديت كنبكي. قلت لهم علاش علاش؟ خرجت كنجري من القاعة، كنجري وكنبكي وكنمسح دموعي. بقيت غادي على رجلي ومرفوع والدموع كنزلو. الناس كيشوفوني كيقولوا يعلم الله مسكين شنو عنده. ضربت مسافة طويلة بزاف على رجلي، وصلت للدرب محطم من الداخل. وصلت قدام الباب لقيت كاميو كبير وهزين فيه الرحيل، ما فهمت والو. مسحت دموعي وطلعت كنجري. لقيت بزاف ديال الدراري ولاد الدرب مهبطين المخاد والسدادر. طلعت لقيت الوالدة الفوق هي والواليد، وكانوا معهم خوتي صغار. قلت لهم شنو كاين شنو واقع؟ قالت لي الوالدة المحكمة ولدي حكمت علينا باش نخرجوا من الدار. قال لي الوالدة اسمع، غادي يمشيو للعروبية دار جدك، هادشي اللي كتب علينا ولدي. قلت لهم لا 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 لا، ما يمكنش ما يمكنش نمشي العروبية، انا كبرت هنايا كيفاش غادي نمشي العروبية؟ قال لي كبرتي هنا طفرتيه، شنو درتي هنايا؟ نهار ما طال وانت دايع في الزناقي مخشي في ديك التيرة ومخشي في داك النادي على قبل جوج فرانك، وحنا انا كنموتو بالجوع.
غادي تمشي للعروبية، هي غادي تمشي للعروبية، ولا ما بغيتيش ما انت ولدي ما انا باك. واش كتسمع؟ قلت لي شنو غادي ندير في العروبية؟ شنو غادي ندير؟ نبقى نسرح في البهيم؟ نقلب الارض؟ ها؟ نسرح البهيم؟ انا زاديت هنايا وغادي نعيش هنايا، غادي نمشي معاكم وخا نعرف نعيش شمكار ونموت شمكار، غادي نمشي معاكم بالله. مشيش. خرجت من الدار والدموع كينزلوا، الوالدة كتغوت وخوتي صغار، تميت غادي هابط مع الدروج وكنبكي. مشيت كنجري نيشان، مشيت نيشان لديك التيرة، جلست واحد الحجرة وبقيت كنبكي كنبكي. بقيت تما حتى وصل الليل، طاح عليا الظلام، كنت مخشي في داك القنت والدموع ما بغاوش يتحبسوا. سمعت ديك اللحظة الخطوات حدايا وكاع ما تسوقش كاع، ديك اللحظة سمعت صوت الراديو ديال البوليس، قرب من حدايا واحد وقال لي هز راسك هز راسك، ما شفت فيه ويقول لهم في الراديو هو سعادة الكوميسير هو. إلا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة سفيان ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سفيان ستوريز. يا ربي آمين.